اللهم لك الحمد أن بلغتنا رمضان، فاقسم لنا بفضل أيامه المباركة من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، وتب علينا من كل معصية وإثم وذنب. اللهم ما عصيناك استخفافا بحقك ولا استهانة بعذابك، فلا تؤاخذنا عما نسينا أو أخطأنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا ولي الناصرين، ولا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.